ممكن تقول له انا عايز مثلا من التوب، من البوتوم، من رايت، من ليفت، زي ما انت عايز. فده ميزته، انا براجع على الشغل ومن غير ما اتكلف اي حاجه خالص، ومن غير ما ادفع اي فلوس خالص، تقدر تعمل مراجعه على الشغل. فهو برنامج او موقع بيم تراك، ده من المواقع اللي مش هتكلفك حاجه خالص. يعني حتى لو بتعمل مشروع برايفت او بتعمل مشروع فريلانسر، مش محتاج ان انت تدفع فلوس، تقدر تراجع المشروع وتقدر تشاركه مع الناس وتقدر تشتغل عليه بدون اي مشاكل. تمام. ممكن مثلا اي عنصر انت عايز تعمل عليه سيلكت يبدا يجيبه لك، فتقدر تدي له لون معين، خليه مثلا ازرق، وتقدر تتحكم تشوفه او ما تشوفوش، ودرجة الشفافية تقدر تغير فيها لو انت حابب. وتقدر تعمل روتيت، تلف السكشن اللي انت واخده بالشكل دوت، تقدر تظهر وتخفي، وتقدر تعمل فول سكرين لو حابب. طيب لو انا عايز الغي السكشن اول، طيب ممكن اقول له شتات، فلو الملف ده فيه اي شتات يبدا يظهرها لي. ممكن اقول له سبيس، وريني السبيس اللي موجوده في المبنى دوت. فالسبيس دي اللي هي عباره عن زي رومز، فيبدا يعمل لي زوم على كل رومز فيها، روم روم ابدا اشوفها واشوف المشاكل اللي موجوده فيها. دي كاتيجوري اللي موجوده، ده البيم كله، تقدر تلون البيم كله مره واحده، او تلون الكل مره واحده، او الدورس او الريلينج او السايت او الاستاب. الادوات دي كلها تقدر تعمل سيلكت على واحده فيهم، او تظهرها او تديها لون مختلف. يعني خلينا مثلا نشوف الوول كده، انت اخفيت الوول، شفت كل الشغل من غير وول. يعني انت شايف دلوقتي الابواب والسيلينج والحمام وكل حاجه من غير اي وول خالص، او تظهر الوول بس تديها شفافيه شويه، او تلون الوول، تدي الوول ده مثلا اي لون تاني وليكن اصفر مثلا، يبدأ يدي لون بالشكل ده. في الايشو لو في اي مشاكل، تمام، ممكن تقول له انا عايز انا اعمل كرييت ايشو، فانا هعمل مشكله دي. يعني انا وانا براجع اكتشفت مشكله، خلينا نبص كده في الحمام ده وتشوف لو في مشكله. تبدا بقى تشوف لو في مثلا باب مثلا ما بيفتحش، او في ماسوره فيها مشاكل او حاجه زي كده، فتبدا تقول له انا عندي مثلا مشكله اهي. تقدر معاك ادوات اللي تخليك تعمل كومنت بشكل معين ده كده، وتبدا بقى تكتب مثلا رونج نيم، الاسم فيه مشكله، وتعمل وصف للمشكله ديت. هل المشكله دي اوبن ولا كلوز، ولا ايه بروجريس بيحلها، او ري اوبنت يعني بعد ما اتقفلت اتفتحت تاني، ده الستاتس بتاعت المشكله ديت. ممكن مثلا مشكله مفتوحه نعلم انها اتقفلت او كده. طيب هل هو عباره عن كومنت ولا ايشيو ولا ريكويست ولا سوليوشن؟ ان انت حليت المشكله دي فعملها سوليوشن، ولا ريكويست تطلب حاجه، ولا دي ايشيو، ولا ده مجرد تعليق. البريورتي هل هي كريتيكال ولا هاي ولا ميديوم ولا لو. الديسيبلين ده هل هي ارتكشر ولا الكتريكال ولا ميكانيكال ولا ستراكشر، وهكذا. تبدا تختار مثلا دي مشكله ارتكشر. الارتكشر معناها ايه؟ معناها هبعت المشكله لمين يحلها، اللي هي اساين تو، يبدا يحط المعماريين اللي موجودين ويبدا يحطهم. انا طبعا مسجل خمس ست مرات، عمر سليم، عمر سليم، عمر سليم. طيب الزون موجوده في انهي زون؟ فتبدا تشوف لو المشروع متقسم لزونات، هتجيب لك الزونات اللي موجوده، التاريخ بتاعها، الجروب، وهكذا. قلت له سيف، اوتوماتيك هيبعت لي ايميل، هيبعت لعمر سليم ايميل ان في مشكله موجوده ولسه ما اتحلتش. تمام. طيب انا لما تجيلي مشكله زي كده، تمام، خليني اصور هنا. انا موجود في المشكله ديت، اي المشاكل، بقول له انا عايز اشوف المشكله دي في الموديل، فبيبدا يعمل زوم عليها. ممكن تكون عندك خمس ست مشاكل، كل وانا احنا في الاجتماع عمل المشكله دي، اروح اقول له فيو الموديل، فيعمل زوم على المشكله دي في الموديل. تعال نعمل مشكله ثانيه مثلا في مكان ثاني، خلينا نروح لمكان ثاني غير دوت.
خلينا نقول له مثلا قسمهم لي سبيسز. ده مكان تاني مثلا اهوت، تمام. ده وانا ببص عليه لقيت في مشكله، فبقول له كرييت ايشيو، وببدا اقول له هاي مثلا في مشكله في المكان دوت، المشكله دي اوبن، المشكله دي اساين تو فلان الفلاني كذا، التاريخ كذا، اقول له سيف. فانا عندي المشكلتين، اجي هنا اقول له فيو موديل، فيبدا يبدا يوريني المشكله موجوده فين. دي اللي هي بتاعت الحمام، وهنا دي بتاعت الارتفاع. ممكن ادخل اقول له فيو اند اديت، يفتح لي المشكله ابدا اشوفها، واقول له لا المشكله دي خلاص كلوزد، احنا خلاص حلينا المشكله دي. وطبعا هكتب اتحلت ازاي او ايه هي الحلول بتاعتها، قد اكون حركت حاجه او قد اكون غيرت حاجه، فببدا اكتب له المشكله دي، تمام. واكتب له بقى كومنت، ولو في اتاشمنت ان انا عايز ارفع صور، ولو في هيستوري اعرف بقى مين اللي عمل المشكله ديت ومين اللي ضاف الصوره ديت والحاجات دي كلها. فبتبقى في مرجعيه للحاجات دي كلها. ممكن اقول له فلتر. فلتر يعني ايه؟ يعني انا عايز المشاكل بس اللي هي ما اتحلتش، او المشاكل اللي هي المفروض موجهه لعمر سليم، او المشاكل اللي هي فيس كذا، او اللي هي من تاريخ كذا لتاريخ كذا. يعني لو عندي كميه كبيره من المشاكل اقدر افلتر. يعني من كام يوم كده كان احد الدكاتره بيتكلم على مشروع كبير هو ماسكه، فقال لك انا عندي في المشروع دوت، ومشروع ضخم جدا، 2 مليون مشكله، 2 مليون كلاش، 2 مليون حاجه خبطت في حاجه تانيه، تخيل 2 مليون. فانا عشان احلها ببدا بقى اركز مثلا، طب انا عايز اشوف المشاكل في الاستراكشر لوحديها، او في المشاكل بتاعت الام اي بي لوحديها، او المشاكل مثلا الاكتشافات مع الاستراكشر، وبعد ما تتحل نبدا نخش في المشاكل بتاعت البلامنج. برتب المشاكل حسب الاولويه او حسب الاهميه، بحيث ان انا اقدر اركز في مشاكل معينه. طيب هنا بقى ده بيقول لي بقى عدد المشاكل الموجوده، عدد الحاجات اللي هي المشاكل الاوبن والمشاكل الكلوزد، بيبدا يوريها لي. ده مفيد جدا ان انا اقدر مثلا لو انا في مشروع حقيقي وعندي 5000 مشكله وحليت منهم 3000، فابدا اوريها كده في ليجند ايه المشاكل اللي اتحلت وايه المشاكل اللي لسه ما اتحلتش وهكذا. بيتقال بشكل مرئي نقدر الناس تشوفها. هنا ريبورت، لو في ريبورت المفروض ان هو يتعمل بيبدا يظهرهم لي. هنا دي بقى لو في مشاكل قديمه موجوده، البروجكت سيتنج، الاعداد بتاعة المشروع دوت، منها مثلا ان انا ابدا اشوف عندي كام زون اقدر اضيف زون جديده، عندي كام يوزر موجودين ممكن اضيف يوزر جديد للمشروع دوت. ممكن اجي هنا واضيف صوره للمسجد دوت او للمشروع دوت. ممكن اجي هنا اغير الاسم دوت، ممكن حتى تخليه بالعربي مثلا اهوت. لو انت عايز تلغي المشروع خلاص خلص، تقدر تقول له ديليت ماي بروجكت. هنا الفريق والاشخاص اللي شغالين في المشروع. فزي ما انت شايف اداه مجانيه خالص وسهله في الاستخدام، وبتوفر وقت كتير قوي علينا جدا. لاحظ حاجه، ان المشروع دوت هو مشروع واحد بس، كل مبنى في المشروع دوت عملنا له ملف مستقل، بتلاقي فيه المعماري والانشائي والكهروميكانيكا. يعني انا عندي مبنى مثلا اسمه الادمن، اللي هو الادمنستريتور او الادمنستريشن، المبنى بتاع الاداري، عاملينه في 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 ملف ريفت لوحده، في ملف المعماري والانشائي والكهروميكانيكا ده في جروب لوحده. المقصد ان مفيش مبنيين، حتى لو المبنيين صغيرين نحطهم في نفس ملف الريفت. ما دام مبنى مستقل خلاص يبقى في ملف ريفت لوحده. ده بيسهل كتير في الشغل. يعني الكلام دوت كلام ناس اشتغلت اكتر من مره. ولو ان افضل حاجه، لو انا عندي 10 مباني اعمل 10 مشاريع، كل واحد فيهم مستقل بذاته، وكل واحد ليه الملفات بتاعته وهكذا. يعني في بعض الحاجات من ديت عباره عن غرفه واحده، اغلب الحاجات دي كانت غرفه واحده،
ومع ذلك يعني في واحد مثلا هو بابليك باث روم، ده حمام عام مشترك وموجود مثلا جنب المسجد او موجود في كذا مكان، مقر في كذا مكان في المدينه ديت او في المكان دوت، كل واحد فيهم عاملين له ملف خاص بيه. ما قلناش لا شوف اقرب مبنى ليه، لا خلي كل مبنى فيهم مستقل بذاته. طيب ده بالنسبه للبيم تراك، هو سهل جدا وبيسهل الشغل وبيديني امكانيات حلوه جدا ان انا عملت شغل على الريفت، وفي واحد مثلا عايز يشوف الشغل عشان يبعت لي فلوس. انا شغال في فريلانسر وعملت الشغل وعايز اخد الفلوس، فممكن بدل ما ابعت ملف الريفت لا ممكن اقول له خد اتفرج على المشروع اهوت وراجعه واديني كومنتات على ملف الاي اف سي. لو عجبك الشغل وعايز ملف الريفت خلاص ابعت الفلوس وانا ابعت لك المشروع دوت. ف يعني النسخه اللي انا وريتها لكم دي كلها دي نسخه مجانيه. اللي بفلوس بيديني بعض الامكانيات الاضافيه، بس دي اعتقد النسخه المجانيه كافيه وعدد الاشخاص اللي فيهم كافيين يعني المشروع متوسط. طيب خلينا نفتح الريفت اهوت. طيب في اي مشاكل في الموقع دوت؟ بيم تراك هل في اي مشكله؟ لا لا استاذ. الله يكرمك الله يكرمك. طيب من ضمن الادوات القويه جدا اللي يعني اغلب البيم مانجر بيستخدموها الا وهي النافس وركس. نافس وركس من الادوات القويه جدا ان انا اقدر اراجع المشروع بتاعي واقدر احط عليه كومنتات واقدر اشوف الكلاشات واقدر استخدمه في البرزنتيشن. يعني الريفت والاركيكاد والفيكتور وورك والايكو سيم، البرامج اللي بتعمل الموديل بتكون في بطء، في بطء في الاستخدام. يعني ايه في بطء؟ يعني لو انا بعمل معاكم برزنتيشن دلوقتي البشمهندس ساره هي الكلاينت او منصب بقدره هو الكلاينت وببدا اعرض عليه الموديل، لو الموديل تقيل بياخد وقت على ما يعمل الاظهار بتاعه. تمام؟ فانا هستخدم اداه دلوقتي ان انا هروح هنا الادنس، هروح هنا للاداه اللي بتصدر للنفس وركس، المفروض بنلاقيها هنا في الادنس اكسترنال تولز، بس انا عندي ادنس كتير انا مسطبهم فعشان كده هي مش ظاهره، هي هتظهر تحت خالص. فبديلا من كده هاجي هنا واقول له فايل مريم بورت نفس وركس ان دبليو سي. كده انا هصدر الملف بتاعي، هصدره فين؟ هصدره على الديسكتوب. هصدره ان دبليو سي. النفس وركس في ثلاث امتدادات، ان دبليو سي، ان دبليو اف، ان دبليو دي. ان دبليو سي ده اللي بيطلع من البرنامج الاصلي وده المفروض ما حدش بيعدل عليه. تمام؟ النفس وركس ما بيقدرش يسيف على ان دبليو سي، لو انا فتحت النفس وركس وحاولت سيف على ان دبليو سي بيقول لي لا سيف على الان دبليو اف. الفرق بين الان دبليو سي والان دبليو اف، الان دبليو سي ده الملف اللي بيخرج الاصلي من الريفت او الاركيكاد او فيكتور وورك. فانا لو عملت شغل عليه، لو انا اشتغلت على الملف دوت ودخلت مثلا في نفس وركس وحطيت تواريخ وحطيت كلاشات وحطيت وحطيت وحطيت، لما يجي سيف اخر او سيف از من الريفت هيلغي الحاجه اللي انا شغال عليها. فعشان ما يحصلش اي مشاكل انا مصدر ان دبليو سي، وبعد كده لما اعمل اي شغل بيعمله ان دبليو اف. ان دبليو اف بيبقى فاضي خالص وساحب لينكات للان دبليو سي. كل ما بعمل تعديل في الريفت وسايف الان دبليو سي يبدا التعديلات دي تظهر في الان دبليو اف. فالان دبليو اف ما فيهوش اي معلومات خالص، في بس ساحب الان دبليو سي كلينكات. تمام؟ هنبدا هنشوفها مع بعض دلوقتي لما نفتح الريفت. في امتداد اخر اسمه ان دبليو دي اللي هو دوكيومنتيشن، عباره عن كل ما بشغل شويه باخد كوبي كارقايف او كارشيف بحيث يبقى معايا هيستوري للمشروع، ايه اللي حصل المره اللي فاتت او ليه خدت القرار دوت، ابدا اشوف المشروع كان وصل ليه. طيب فهاجي هنا في نفس ورك سيتنج الاعدادات بتاعت التصدير. بيقول لي كونفيرت كونستراكشن بارتس، لو في انا عامل بارتات او في اجزاء مثلا حاجات خاصه بالتصنيع، هل انت محتاجها ولا لا؟ الاليمنت اي دي محتاجها ولا لا؟ كونفيرت اليمنت بارامتر، البارامتر الموجوده انت محتاجها ولا لا؟ فبقول له اه. كونفيرت اليمنت بروبرتيز، هل انت عايز الخصائص بتاعت الاليمنت؟ فبقول له اه. كونفيرت لايت، هل انت محتاج الاناره اللي موجوده هنا ولا لا؟ فبقول له لا.
ممكن اكون محتاجها، عايز اعمل ريندر او حاجه كده محتاجها، فبقول له ماشي. لو انت عندك لينك اوتوكاد محتاجه ولا لا، الافضل اقول له لا. تمام، الافضل اروح شايل يعني لو انا محتاج الاوتوكاد اخد الاوتوكاد لوحده، ما احطوش في قلب ملف الريفت. كونفرت لينك فايل، لو انا شغال دلوقتي مثلا ريفت ميكانيكال وساحب المعماري، فانا بقول له ايه، انا عايز المعماري ده ولا لا، الافضل اصدر ده لوحده وده لوحده، ده الافضل. تمام، بس مفيش مشكله لو انا عندي لينكات كتيره وعايز اصدرهم كلهم في ملف واحد او من ملف واحد، مفيش مشكله، هتقول له كونفرت لينك فايل، فلما يصدر هيصدر حتى المعماري والانشائي اللي موجود لينكات. بيقول لي كونفرت روم از اتريبيوت، يعني الغرف هتصدر يعني الغرفه نفسها اللي هي الفراغ اللي موجود في قلب الغرفه هيتصدر عليه مكعب، بحيث ان انا اقدر اعمل عليه سيليكت واخد المعلومات اللي انا عايزها. تمام، خلاص قول له انا محتاج كده، هيصدر لي يعني تيجي تاخد سيكشن. الو كونفرت روم از اتريبيوت، يعني لو انا في سبيس او فراغ في قلب المبنى بتوين ذا وولز بين الحوائط هيعتبرها حاجه مجسمه، فلما تيجي تعمل سيلكت هتلاقي نفسك بتعمل سيلكت على الروم، لو دي ملخبطاك او فيها مشاكل تقدر تعمل انشيك عليها. لو في لينكات عايزها ولا لا، الكوردينيتس اللي هي النقطه اللي احنا بنشتغل عليها، هل انا عندي مشروع كامل وفي كذا مبنى؟ لو مشروع كامل وكذا مبنى زي المشروع اللي احنا لسه شايفينه من شويه ممكن نستخدم الشير، لو هو مبنى لوحده ممكن تستخدم البروجكت انترنال. ديفايس فايل انتو ليفل، هتبدا تقسم الملف بتاعك للليفلات، ليفل فيرست ليفل سكند ليفل وهكذا. الاكسبورت، هتصدر مشروع ككل ولا الفيو اللي انت فاتحه دلوقتي ولا الحاجه اللي انت عامل عليها سيلكشن؟ يعني كرنت فيو ممكن اكون انا في جزء معين مش ظاهر معايا في الفيو، خلاص مش هاخده معايا. السيلكشن ممكن تعمل سيلكت على بعض العناصر وهي دي بس اللي تتصدر. طيب بيقول لي لو في اي ميسنج ماتيريال حاول ان انت تدور عليها تحطها. اوكي دلوقتي بقى هبدا اقول له صدر على الديسك، هيبدا يصدر لي، ما بياخدش وقت كتير. هفتح دلوقتي ملف النفس وركس. النفس وركس فيه ثلاث اصدارات، في مانج وفي سيموليشن وفي فري. الفري مجاني وتقدر تحمله بس ما بيعملش حاجه اكتر من ان انت تشوف المشروع، وهو كافي جدا يعني. النفس وركس فري اداه قويه جدا، يعني لو الشركه مش هتشتري حاجه سطب البرنامج دوت، وتقدر اي حد يعمل الموديل يبعته لك وتقدر تشوفه. ده مشروع انا كنت شغال عليه النهارده، بلاش نفتح مشروع مش خاص بحد، هو بيصدر اهوت لل ان دبليو سي. ان دبليو سي كل ما بتعمل شغل بتلاقي في ان دبليو سي جديد، وفي نفس وركس بشتغل على ملف ال ان دبليو اف، وبعد فتره لما اخلص شغل بروح عامل كوبي من الشغل بتاعي لملف اسمه ان دبليو دي. هو كده خلص، فانا هفتح النفس وركس واقول له هنا مش ظاهر معايا الملف اللي انا عملت له تصدير. ليه؟ لان هو بيفترض ان انا هفتح ملف اسمه نفس وركس فايل ست اللي هو ال ان دبليو اف، اف جنب فايل، فاقول له انا عايزها كاش اللي هو ان دبليو سي، فيبدا يظهر معايا الملف دوت. لاحظ ان مساحته صغيره خالص 4 ميجا، هو غالبا ملف النفس وركس بيبقى اخف بكتير من الريفت. طب ايه دوت؟ تمام، لاحظ ان احنا هنا مش ظاهر معايا،
دي عباره عن ماس، لو قلت له في في ودخلت ماس هتلاقي ان هي مش معموله تشيك. لو عملت تشيك هيبدا يظهر معايا الماس دوت. تمام، الماس ده كنا بنعمله مثلا في دراسه المشروع، فالمفروض ان هو يختفي. لو تفتكر لما قلنا صدر للان دبليو سي كان في اختيار هنا، انت عايز البروجكت انتاير بروجكت المشروع كله ولا كرنت فيو؟ لو قلت له كرنت فيو كان هيصدر المشروع ما عدا الماس، او سيلكشن الحاجه اللي انت عامل عليها سيلكت. فهو دول بقى المره الجايه بقى هنصدر ان دبليو سي هنخليهم ما يطلعوش معانا. تمام، هم مش هيفرق كتير يعني لان هم بره الحاجه. لو تيجي هنا هتلاقي ان انت سهل جدا ان انت تشوف مثلا ده ليفل 1 مثلا اهو، دي اهي ليفل 1. لاحظ ان ليفل 1 هنا في بعض الحاجات معموله على ليفل 1 ومكمله للاخر، هو اللي عملها ما قسمهاش. يعني كان ممكن ان هو بيعمل الشغل ده يقول له ان الحته دي لحد هنا وفي حته ثانيه هنا لحد حته هنا. في ناس كتير قوي بتعمل الشغل بتخلي الحوادث الخارجيه بدا من اول المشروع لاخره، وده بيعمل لنا ساعات مشكله في ال 4 دي، بنضطر ان احنا نقسمها من جديد. في اي مشكله؟ في اي حد عنده اي اسئله؟ لا استاذ لا. هو الموضوع في نفس الوقت سهل جدا، هو والبرنامج اللي احنا شرحناه اللي هو البيم تراك، فان شاء الله يعني ايه الموضوع هتلاقوه سهل جدا ما فيهوش مشكله. تمام؟ طيب. طيب النفس وركس بيعمل لي ايه او ليه احنا مهتمين جدا بيه؟ هنلاقي ان هو بيعمل لي حاجات كتيره جدا وكلها حاجات سهله ولذيذه. تمام؟ اول حاجه بيعملها لي الكلاش ديتكتيف. كلاش ديتكتيف ان هو يقدر يقول لي ايه الحاجات اللي عامله مشاكل مع بعض. تمام؟ ودي اللي احنا هنتكلم عنها يعني ايه بشكل حلو النهارده. التايم لينير ان هو يبدا يوريني المبنى وهو بيتبني 4 دي، يعني يبدا جزء جزء يبدا يظهر معايا. وفي جزء بتاع الحصر ان انا اقدر اشوف الكميات اللي موجوده عندي. وفي جزء بتاع الريندر، يعني من غير ما نعمل ريندر خلينا نعمل حاجه لذيذه. طيب انا دلوقتي علمت مثلا على دوت واقول له انا ممكن اعلم على الماس مثلا واخفيها دلوقتي. سيلكت سيم سيلكت تايب تمام، ده مثلا الماس اهوت، ممكن اقول له هايت والماس دوت، اقول له سيلكت سيم اي دي هايت. طيب عندي حاجه هنا اسمها سيلكشن تري، بيبدا يظهر لي المشروع ككل. تمام، في بعض الحاجات مش محطوطه على الليفل مظبوط فهو جايبها لي هنا لوحديها. ممكن مثلا انا عايز ادرس حاجه معينه، وليكن مثلا عايز اشوف الدورس مثلا، ممكن اعمل سيلكت عليهم واقول له ايه هايد ان سيلكت، اخفيت كله ما عدا الابواب، هايد ان سيلكت، اعمل لي ايزوليت، اخفي لي اي حاجه غير اللي انا عامل عليها سيلكت، فاخفى لي كله ما عدا الابواب، فاقدر اشوف الدور ده مثلا اهوت، اقدر اعمل عليه سيلكت. ممكن تقول له مثلا عايز اشوف هنا ليفل 2، عايز اشوف ليفل 2 بس، فيبدا يخفي كله ما عدا ليفل 2، بيبدا يظهر لي كل العناصر المتناسبه لليفل 2، فاقدر اشوفها كده وابدا اراجع الشغل عليه. طيب عايزين نشوف مثلا، هنخش على موضوع الكلاشات دوت بعد ما نشوف بعض الحاجات اللي بتسهل عليا الشغل. طيب لو انا اللينكات مثلا بدات تتحدث، انا عملت تعديل في ال ان دبليو سي، فممكن اقول له اعمل لي ريفرش، فيبدا يشوف اللينكات ويبدا يعمل لها تعديل. هنا مثلا ده الروف ليفل، انا ممكن اقول له ايه يظهر لي الحاجات اللي موجوده على الروف ليفل بالشكل ده. طيب ممكن انا مثلا عايز انت في الاجتماع عايز اوري الكلاينت مثلا يعني المشروع سريعا، ممكن اجي هنا في الفيو بوينت واقول له اعمل لي سيف للشكل دوت
وممكن اقول له بقى اعمل لي انيميشن، وابدا مثلا اخد لقطه كمان ولقطه كمان ولقطه كمان اهو، ابدا اعمل سيليكت عليهم واقول له اعمل لي رؤيه للمشروع، هيبدا اللي في اللي حوالين المشروع بالشكل دوت. وتقدر تيجي هنا وتدخل مثلا تقول له اعمل لي ايديت، وتقول له مثلا انا عايز المشروع ده يبقى كام ثانيه مثلا، ممكن تقول له مثلا ايه 15 ثانيه، تمام، فهتلاقيه اسرع المره الجايه بالشكل دوت. فزي ما انت شفت عملت فيديو وما خدش ثواني. لو انت حاولت تعمل فيديو بالشكل دوت على حاجه زي الماكس بتبقى فيه مشكله في تظبيط الكاميرات وبتاخد وقت وحاجات زي كده، فهنا الموضوع بيبقى سريع. ممكن طبعا تخش تغير الاسامي ديت على الاسامي اللي انت عايزها، ممكن تقول له انا عايز امشي لقطه لقطه، تمام، يعني ممكن تقول له وريني المشهد مشهد 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 وهكذا. وممكن المشاهد ديت تحط فيها كومنتات، يعني ممكن كل مشهد من دول تدخل هنا في الانوتيت في الريفيو وتبدا تقول له انا عايز مثلا اقيس حاجه معينه مثلا من هنا لهنا، تمام، وتقول له كونفرت تو ريد لاين، يعني كونفرت ريد لاين يعني ما تلغاش بعد ما اخلص. اه ده كده لو ما قلتلوش كونفرت تو ريد لاين وحاولت ترسم حاجه ثانيه هيلغي لك الاولاني. هنا هقول له convert to red line، فلو انا جيت هنا اختفت، جيت هنا ما سيفتش انا الشغل بتاعي. انا مش قادر كنترول اهو، هقول له convert to red line وهاجي هنا اقول له اعمل ابديت للحاجه دي. ممكن اقول له مثلا اعمل لي حاجه بالشكل دوت. وانا طبعا عندي اصلا صور قبل كده معموله، لو انا قلت له مثلا خد لي صوره هنا، تقدر تعمل حاجات مثلا زي مثلا في مشاكل موجوده فتقول له انا عايز اعمل مثلا حاجه على المشاكل كده، وعايز اكتب مثلا تكست معين شيك اي اتش يعني بالشكل دوت. هتلاقي في اي لحظه ترجع ليها هتلاقي الكومنتات عاملها، ممكن تقول له فيو كومنت فيبدا يجيب لك الكومنتات اللي اي حد كتبها، تقدر تقول له التاج. انت عايز ده كلاش اكتف ولا ابروفد ولا ريسولفد، خليها اكتف، تمام. هتبدا تظهر معايا هنا، اي تاج هحطه هيبدا يظهر معايا هنا وهياخد رقم اقدر اتنقل من واحده لواحده، يعني كل شويه كل مكان هتكتب فيه كومنت هيبدا يقول لك ده رقم اثنين وهيقول لك مثلا اكتب الكومنت اللي انت عايزه، فتقدر تتنقل من كومنت لكومنت. يبدا يوريك الكومنتات اهيت ويقول لك الكومنت ده مين الشخص اللي عمل الكومنت دوت وعمله بتاريخ كام، والاستيتس بتاعته هل هو يعني حاجه جديده ولا حاجه فيها مشكلة، تمام. طيب خلينا نيجي بقى للتايم فوم. سيلكشن 3 دي من الحاجات اللي بتسهل على الشغل، ان انا اعمل سيلكت على حاجة معينة. دي كومباكت بيبدا يوريني المشروع بالشكل دوت، ده ليفل كذا ليفل كذا ليفل كذا. ممكن نعملها سيتس او بروبرتيز فيبدا يجيب لي مثلا الحاجات الخاصة بيه، الروم عمل سيلكت على الروم كلها ديت، على السبيس سبيس تايب، على الزون وهكذا. كل واحدة من دول بيبدأ يجيبها لي بشكل يعني مثلا كل الروم اللي موجودة في المشروع، كل الخاصية المعينة اللي موجودة في المشروع. فمثلا الإيليمنت دي هيبدأ يجيبهم لي بالشكل دوت، فممكن تقول مثلا اسمهم لي بالاريا اسمهم لي بكذا، فتبدأ تختار الحاجة اللي أنت عايزها عايز تعمل عليها سيلكت. ده بيفيدني بعد كده في الشغل. طيب لو انت عايز تدور على حاجه ممكن تقول له فايند ايليمنت، تقول له انا عايز مثلا الايتم اللي خاصيته مثلا كذا،
انا مثلا اقول له انا عايز الاليمنت او الايتم اللي فيه خاصيه مثلا الفيتشر مثلا الكونديشن بيساوي كذا، وتبدا تختار قيمه. فانت كده بتعمل سيرش على خاصيه معينه في قلب المشروع، فيبدا هو يعمل لك سيلكت على الحاجات ديت، بتسهل على الشغل. يعني سيتس يعني ايه؟ يعني عملت سيلكت على بعض العناصر تمام، وابدا اعملها سيتس. يعني ممكن اقول له سيليكشن تري، عملت انا سيلكت مثلا على الفلور ديت تمام، وعملت سيلكت مثلا على الدور، وعملت سيلكت مثلا على الوول. فبدل ما كل شويه اقعد ادور عليهم، لا بعمل لهم سيتس معينه. دي مثلا هسميها وول مثلا، وول اند دور. فلو انا في اي لحظه في المشروع وانا شغال عايز الاقي عنصر معين تمام، بكل بساطه اجي هنا واختار ديت، هيبدا يختار لي نفس العناصر اللي انا اخترتها. فست ده بينظم لي الشغل بتاعي. طيب نبدا ندخل بقى في موضوع الكلاشات، ودي طبعا مهمه جدا للبيم كوردينيتور والبيم مانجر وللمشروع عموما، ان انا يبقى عندي امكانيه ان انا اشوف الكلاش تكتف. انا دوس هنا على الكلاش تكتف، فبيقول لي حط تيست معينه، فبقول له التيست. عايزين نعمل تيست مثلا بين مثلا الوول والدكت. طيب هبدا اختار بقى من هنا، انا عايز الوول مثلا اقول له انا عايز الوول في الليفل دوت، والوول دوت، والوول اللي في ليفل 3. وهنا هقول له مثلا ده انا عايز بقى ايه الضغطات. الطريقه اللي انا بعملها دي تنفع في مشروع صغير، بس لو مشروع ادوار كتيره مش تنفع فيه القصه دي. وهقول له رن. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ انت الاعداد بتاعتك انت عايز حاجه هارد، هارد يعني الكلاش هنعتبره لو حاجه خابطه في حاجه، يعني لو انا الدور خابط في الضغط هنعتبره كلاش. كليرنس ممكن ما يكونش خابط، بس المسافه اللي بينهم اقل من 10 سم او اقل من 5 سم. انا بحدد المسافه، بحدد المسافه قد ايه. فانا بقول له لا انا عايز كلاشات ضغط. ممكن اقول له دوبليكيت لو في حاجه دوبليكيت، واقول له ران تيست. هيبدا يقول لي ده اهو الضغط خابط في الحيطه في المكان الفلاني اهو، وده نوع اسم الحيطه، وده اسم الضغط اللي موجود، ده الكلاش الاولاني. ممكن تيجي هنا وتقول له انا الكلاش دوت اكتف، لسه اكتف، او الكلاش ده ريفيو، او الكلاش دوت ابروفد توافق عليه، او الكلاش ده ريسولفد اتحل. هتبدا تحدد كل ما توافق على واحد فيهم بيبدا يوريك الكلاش ده موجود فين. طيب لو انا عملت ريفرش، عملت ريلود للملفات وحصل تعديلات، تقدر تيجي في اي لحظه وتقول له اعمل ابديت للملف دوت، فيبدا يقول لك ده في حاجات اتحلت، في حاجات جديده، في كلاشز وهكذا. يبدا يجيب لي ريبورت بشكل قوي للمشروع تمام. تبدا انت بقى تشوف الكلاش دوت، هل الكلاش ده المفروض مين اللي يعمل تعديل؟ يعني اسهل حاجه ان انت تعمل اوبننج في الوول. عملنا اوبننج في الوول وبعد كده سيفنا الملف ال ان دبليو سي، خلاص المشكله اتحلت. طيب عندي هنا هايلايت، بيقول لي هايلايت للعنصر الاولاني هندي له لون احمر، والعنصر الثاني هندي له لون اخضر. طيب يوز ايتم كولر او ستاتس كولر، انا بفضل الايتم كولر عشان نميز بين العنصرين. ممكن تقول له هايلايت اول موديل، اول كلاش، يعني كل الكلاشات اللي هنا هو لونها لك، لون لك الكلاشات بس. لو في كلاش بين عنصر وعنصر بيلون لك العنصرين، فيبداوا يظهروا معايا بالشكل ده. ممكن تقول له الايزوليت، ايزوليت يعني ايه؟ يعني اخفي لي، ممكن تقول له هايد اذر، اخفي لي كل حاجه ما عدا الكلاش بتاعي. ممكن تقول له لا خفف بس العناصر الثانيه. ممكن تقول له فوكس اون كلاش، يبدا يركز على الكلاش. هايد اذر،
وهتلاقي هنا display setting تقدر تخفيها وتظهرها. عندي خاصيه برضو اسمها animate translation، يعني وهو بينقل من لقطه للقطه بيعمل animate، بيعمل حركه. يعني لما اجي هنا بص بينقل كان الكاميرا بتتحرك من كلاش لكلاش، من مكان لمكان بالشكل ده. هو بقى بيجيب لي الكلاش ده موجود في انهي ليفل، في انهي جريد، اخر مره شفناه كان الساعه كام. طيب لو انا اخترت اي حاجه من الحاجات دي ما بيعملش مشاكل الا لو قلت له ابروفد. ابروفد دي يعني انا موافق عليها على مسؤوليتي، فبيقول لي اه طب مين بقى اللي وافق؟ فلان الفلاني. فيبدا يكتب الاسم بتاع اللي عمل المشكله ديت، تمام. فلما بقول له ابروفد بيبدا يرجع، بحيث ان ممكن واحد يكون عنده المشكله دي مش عارف يحلها فقال ابروفد، لا لازم تكتب اسمك ونعرف مين اللي حلها، تمام. فدي من الادوات اللي فعلا اي مشروع بيشتغل بيها بنكتشف المشاكل قبل ما نوديها للموقع. طيب احنا قلنا الريفت، الريفت في موضوع الكلاشات بس ما بقاش بالقوه دي. يعني لما باجي في الريفت مثلا واستخدم الاداه بتاعت الكلاشات، واقول له مثلا انا عايز الضغطات مع الول، اول حاجه الريبورت نفسه رخم، يعني الريبورت نفسه ما فيهوش صور، مش قادر افهم هي موجوده فين. وبعدين اقول له شو، يبدا يوريها لي بالشكل دوت والول بالشكل دوت وهكذا، فما بقاش يعني مش ممتعه. تاني حاجه لما بعمل له اكسبورت بيصدر لي في ملف تكست كده في بس الارقام، يعني يقول لي الكلاش رقم 392168 عامل كلاش مع 7573609. وانا لو انا عايز الكلمه دي ببدا اقول له اروح للمانج واقول له جد لي الكلاش دوت سيلكت باي اي دي، وابدا اكتب الرقم عشان اقدر اروح للمكان اللي فيه الكلاش. فمتعبه جدا ورخمه، انما في نفس وركس بيبدا يعمل لي تقرير حلو جدا. انا بعد ما عملت كده بقول له ريبورت، فبيقول لي انت عايز تصدر ايه، فبقول له دي الحاجات اللي انا عايز اصدرها، عدد الكلاشات والتاريخ اللي في الكلاشات والكومنتات والصور وكل الحاجات ديت. طيب عايز تصدر الكلاشات الابروفد والريسولفد ولا؟ بقول له اه كل الكلاشات. طيب رايت ريبورت بيبدا يصدرها لي في ملف HTML وفي الصور بتاعته. فخلينا نطلع كده واقول له على الديسك توب سيقفل الملف الار ام اي دوت. طيب هو خلص؟ اه طيب خلينا نطلع كده اقول له افتح الملف دوت، هيبدا يجيب لي اهو ده بيقول لي التيرورنس المسموح بيه والكلاشات والنيو والاكتف والريفيو والابروفد والريسولفد والطيب والستاتس، وده كل كلاش بيقول لي الحاله بتاعته ايه، المسافه اللي موجوده فيها كلاشات، الجريد لوكيشن، الديسكريبشن هل هو هارد ولا سوفت، اللي اتوافق عليه امتى، الايتم رقمه كام، اللاير فين، هكذا. وتقدر تدوس هنا فيبدا يوريني الشكل صوره للكلاش. وفي كده ادنس بيخليني لو انا موجود على نفس وركس اقدر ادوس على زرار يروح موديني على الكلاش ده موجود فين في الريفت عشان اقدر احل الكلاش دوت. تمام؟ في اي مشكله؟ يا باشمهندس عبد القادر مش هنتصرف في اي مشاكل. طيب هناخد بريك 5 دقايق ونرجع ان شاء الله. بريك 5 دقايق ان شاء الله، تمام؟ ايوه نكمل او في اي حد عنده اسئله في اللي فاتت؟ لا كمل كمل يا استاذ. تمام. طيب لو في اي حاجه مش واضحه ممكن نبص عليها تاني مفيش مشكله. تمام طيب. اوكي.
طيب ممكن لما اعمل الكلاشات، عملت كذا كلاش ومحتاج اخدهم في مشروع تاني، فانا عندي امكانيه هنا ان انا اعمل اكسبورت للكلاش تيست اللي هي الحاجات ديت، او ممكن اعمل له امبورت، ممكن اجي اعمل امبورت لحاجه من مشروع تاني. فخليني اجيبها من مشروع انا شغال فيه اهوت. بالشكل دوت اهو مثلا هيبدأ يعمل تشيك على كلاشات. كلاشات عددها، طيب هنا عشان ما فيش ستيتس ف هقول له امبورت واشوف حاجة تانية. هو محتاج ان انا اعمل له تعريفات، ممكن انا اعمل كلاشات معينه للمشروع بتاعي وبعد كده اقول له اكسبورت مدات مظبوطه وابدا استخدمها بعد كده في مشاريع اخرى. ممكن يكون عندي مثلا كذا مبنى، فاعمل مبنى فيهم مظبوط واشوف ايه السيتس اللي انا اشتغل عليها وايه الاعدادات بتاعتها وابدا اعمل امبورت واكسبورت للكلاشات. في هنا رولز، رولز يعني ايه؟ يعني بقول له قاعده معينه تجاهل الكلاشات اللي في نفس الملف. لو انا عندي ملف معماري وملف انشائي بشوفهم الاثنين مع بعض، فممكن اقول له تجاهل الحاجات اللي بين المعماري والمعماري او بين الانشائي والانشائي. فبقول له مثلا تجاهل item in the same file. تمام، هو كل اللي معانا ملف واحد فعشان كده الموضوع ده مش هيمشي معانا. تجاهل لو هم في نفس الجروب، تجاهل لو هم في نفس اللاير. ممكن انا اقول له هنا نيو وابدا اشوف قاعده معينه وابدا اظبطها. ممكن تقدر تدخل هنا وتعدل، تقول مثلا كاتيجوري معينه، تجاهل مثلا المشاكل اللي موجوده في الابواب مثلا. فبتقدر تعمل قواعد معينه بحيث ان البرنامج يتجاهل الكراشات اللي ممكن تظهر في القصه دي. طيب في برضه من ضمن الحاجات اللي في البرنامج دوت الجميله ان انا ممكن اعمل ووك ثرو، او ممكن اعمل كان انا بتمشى في المبنى. بعد ما دخلت هنا مثلا اهو بالشكل دوت، ممكن اقول له انا عايز اعمل ووك، فابدا ان انا امشي في المبنى اهو بالشكل دوت. وممكن اخلي فيه شخص موجود بيمشي في المبنى، وممكن اقول له خلي الشخص ده جرافيتي، في جاذبية بتجذبه. ممكن اقول له انا عايز اعمل سيلكت على حاجة معينة، اقول له سيلكت على ديت، واقول له ان انا عايز ابدا اشوف الشخص دوت ثيرد بيرسون اهوت، واقول له ان انا عايز اعمل ووك قبل امشي. فانا كده بمشي وابدا اشوف اذا كان في اي مشاكل موجوده في المكان بتاعي، ممكن تكون في اوبننج مثلا هو يقع من خلالها، فابدا اعمل لها سور، ابدا اشوف هل في حاجه بخبط فيها. فده بيساعدني في مراجعة الموديل وابقى انا ماشي بالحجم الطبيعي. يعني انا دلوقتي لو داخل اعمل صيانة مثلا، هل الحاجات دي هتضايقني ولا مش هتضايقني؟ في خاصية انا ضفتها ان هو يوطي، ممكن الخاصية دي اشيلها اللي هي ديت. ممكن اقول له ما توطيش مثلا، لما حاجة تخبط فيك واقف ما توطيش. تمام، وابدا امشي لو في ضغطات او اي حاجة هينبهني ليه. تمام، دي من ضمن الحاجات. ممكن تقول له لا ده انا عايز اراجع كده كان انا طاير في المبنى، فاديني امكانيه للطيران مثلا. ما بيلتزمش بان هو يمشي، فدي من ضمن الحاجات كويسه. في برضه لو انا عايز اراجع بقول له انيبل سيكشن. انيبل سيكشن يعني ايه؟ يعني اعمل لي اهوت، اعمل لي سيكشن عشان ابدا اشوف المبنى. خلينا نلغي الشخص دوت. تمام، طيب نرجع للسكشن اهوت. هقول له مثلا انا عايز سكشن على هيئه بلان، واقول له مثلا البلان ده مثلا بلان 1، بلان 1 ده من التوب، واقول له موف وابدا احركه بالشكل دوت.
المبنى كأنه هو بيتبنى اهو. ممكن اقول له لا ده انا عايزها من الجنب، انا عايز الحاجه دي من الفرونت مثلا، وابدا احرك بالشكل دوت. فنبدا نبص على الشغل ونبدا نراجع عليه ونبدا نشوف المشاكل اللي موجوده عشان نحلها. ده مثلا الضغط والبايب والكيبل تري وال طيب انا مثلا مش عارف ايه ديت، هل دي لايتنج مثلا؟ اعتقد لايتنج. اقول له كويك بروبرتس، اول ما اعمل سيلكت عليها يبدا يجيب لي البروبرتس بتاعتها، بيقول لي دي موجوده في ليفل 2. طيب الخصائص بتاعتها دي ايه؟ سيلكت ده عبارة عن لايتنج فيكتشر، لايتنج فيكتشر. طيب هقول له كويك بروبرتيز اهي، هيقول لي ده عبارة عن بندت لايت، ده لايت نوع بندت اللي هو بيتحط في السيلينج. وهتلاقي كل الخصائص عشان احنا نوصل ده، كل الخصائص موجوده هنا. ده الماتيريال اليمنت اي دي، الرقم بتاعه، ده النيم، النمبر، التايب، المارك، الهوست، السيركت نمبر، الدايره الكهربائيه المفروض بيها، الاريا، الفاميلي، اسم الفاميلي موجوده، فاميلي اند تايب، الالكتريكال داتا، الفولت بتاعتها والمقاومه وكل الحاجات ديت. فكل المعلومات ديت لان احنا شغالين بالبيم، فانت اي حاجه تعمل عليها سيلكت هيبدا يقول لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عنها. تمام، يعني ده مثلا استراكشر كولوم، المقاس بتاعه كذا كذا، والماتيريال بتاعته، والالمنت اي دي، والمقاومه، كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تاخد اي معلومه. هي الريبار مثلا، كفر الريبار، كفر بتاع قد ايه، الفيز كرييت، الريفت تايب، اللوكيشن بتاعه، الكاتيجوري، السامبل، والديموليشن، وهكذا. فانت بتبدا تراجع المشروع، ولو في اي عنصر غريب انت مش عارف هو ايه، مجرد تعمل عليه سيلكت يبدا يقول لك ايه هو. يعني مثلا لو جينا هنا عملنا سيلكت هيقول لي بقى ان ده عباره عن ريلينج موجود اهوت. انا مثلا مستغرب دي الصراحه، ده عباره عن سبيس. انا مستغرب ليه؟ لان المفروض المكان ده مفتوح، ده عباره عن ريلينج، واللي ما واقف هنا يشوف اللي تحت، فده هنا سبيسز. تمام، مجرد سبيس مش حاجه مقفوله يعني، ده مجرد بس حاجه معموله للسبيس. كل سبيس ممكن تعمل عليها زوم. طيب حتى السكشن دوت ممكن تعمل اتنين سكشن في نفس الوقت، يعني تيجي تفعل ده مثلا وتفعل دوت البلان 2، فيبدا يجيب لك دوت تقدر تتحرك فيه براحتك، والتاني برضو تقدر تختار واحد وتبدا تتحرك في ده الواحد برضو. فيبقى انت عندك سكشنين من اماكن مختلفه. طيب ممكن تقول له لا ده انا عايز على هيئه مثلا بوكس، فيبدا يجيبها لك بالشكل دوت، تقدر تتحرك بالشكل دوت، تقدر تعمل روتيت للسكشن اللي انت واخده بالشكل دوت، ممكن تعمل سكيل، ممكن تعمل سيلكت مثلا على عناصر بتقول له فيت سيلكشن، اعمل لي سيلكشن على الاجزاء اللي انا عامل عليها سيلكت. فهو خد الفلور ده من اول لاخره، وخد الحته ديت وجي للسكشن بالشكل دوت. ممكن تعمل سيف فيو بوينت للمكان دوت، بحيث ان انت وانت لو حبيت ترجع له في اي لحظه تقدر ترجع له بالشكل دوت. فزي ما انت شايف بيديني قدره حلوه ان انا اراجع المشروع، وان انا برضو اوري الناس المشروع ايه التطورات اللي موجوده فيه والحاجات دي كلها. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوفها كفور ريندر، خلينا نلغي السكشن. ممكن تقول له انا عايز اشوفها كفول ريندر،
او تقول له انا عايز اشوفها كشيدد او عايز اشوفها كواير فريم. واير فريم بتشوف الحدود اللي الحاجه من بره وتشوف الحاجات اللي بعديها. يعني لو عندي بوكس بشوف الخطوط المكونه للبوكس وابدا اشوف الحاجات برضه اللي بعديها، حاجه زي كده. انا شايف خطوط العمود مثلا وفي نفس الوقت شايف الحاجه اللي هي وراها. ممكن اقول له هيدن لاين فيبدا يوريني الحاجات بهيدن لاين بالشكل دوت. بتشوف الخطوط للحاجه بس ما بتشوفش الحاجه اللي بعديها. في الوار فريم بشوف الحاجه اللي في المكنه والحاجه اللي ورا المكنه. فاحنا عاده بنشغل شيدد الا لو انت عايز تعمل ريندر، فبتقول له فور ريندر. شيدد بيبقى خفيف على الجهاز بشكل حلو وفي نفس الوقت شايف حاجه بشكل مرضي للواحد، يعني مش عامل لخبطه. هنا الفيو ممكن تقول له وريني الجريد. طيب الجريد ده في انهي دور؟ فتبدا تقول له مثلا انا عايز اشوف الجريد مثلا في كل الادوار، او عايز اشوف الجريد ده مثلا في الدور اللي تحت او قبل وتحت كل حاجه انا هشتغل عليها. فيبدا يجيب لك الجريد دوت بحيث ان انت تعرف الحاجه اللي انت عايزها موجوده فيه. تمام، تقول له اهي، تقول له مثلا دي هنا كده عامل جريد في ليفل 1. ممكن تقول له انا عايز اضاف أضاف. أو تقول أنا عايز أشوف الجريد في كل جوه. هتلاحظ في جريد أهو وجريد أهوت وهكذا، يبدأ يظهر لي جريد في كل مكان. ممكن نقول له اقفلنا الجريد، نشيل الجريد اللي إحنا مش عايزينه. ممكن تقول له أنا عايز أصدر الشغل دوت. النفس وركس ما بيقدرش يصدر للريفت، ما يقدرش يصدر للريفت، هو يقدر يصدر لل 3 دي دبليو اف، ده بينفع للمراجعه. اف بي اكس ده ينفع تعمل رندر على البرامج، زي برامج مثلا زي 3 دي ماكس. ممكن تصدره كجوجل ايرث بحيث ان ممكن يكون عندك خريطه للعالم كله، تقدر تحط المودم بتاعتك من قلب برنامج النفس وركس للخريطه. ممكن تصدره كصوره، ممكن تصدره كانيميشن كفيديو. والفيديو ممكن تقول له مثلا عايز فيديو مش من التايم لاين، انا عايزها مثلا من الانيميتور سين او الكرنت انيميشن مثلا وهكذا. ممكن ياخد من الفيو بوينت اللي احنا كنا عاملينها. عايز انت ترندر بالفيو بورت العادي ولا اوتو ديسك؟ في رندر الاوتو ديسك فيها ماتيريال كويسه ممكن نستخدمها. عايز تصدره كصوره جي بي جي، لو انا قايل له فيديو وقلت له جي بي جي يبقى يقدر يصدر لي مثلا صوره من كل ثانيه. يبقى انا عندي صور كتيره جدا، وفي برامج ساعات بتاخد الصور دي وتعمل منها فيديو. بس الاسهل ما دمت انا عايز فيديو اقول له صدر لي اي في اي، فيبدا بقى يقول لي طب انت عايز تعمل ضغط للملف الفيديو ولا لا. طيب انت عايز بقى الحاجه اللي هتصدر دي المقاس بتاعها يبقى كام في كام؟ ممكن نفس المقاس ولا انت عايز تكبر او تصغر الرقم؟ لما بتصغر الرقم الجودة بتقل بس بيصدر بسرعة، فأنت حسب احتياجك. ممكن لو أول مرة بتعمل الريندر لسه بتجرب تاخد حاجة صغيرة، ولما في الريندر النهائي بقى تاخد الأرقام الكويسة. هنا كام فريم بير سكند؟ يعني أنت محتاج كام في الثانية الواحدة كام لقطة؟ في الشغل بتاعنا هنا بنحتاج مثلا 6 لقطات في الثانية. إنما في مثلا لو أنت بتستخدم في التلفزيون حاجات عالية جدا، في بيبقى 32، ده النظام الامريكي البال والـ NTSC وحاجه زي كده، فبيبقى لقطات كتيره بحيث ان العين تحس ان في فيديو في حركه. انما في الشغل بتاعنا 6 ثواني دي كافيه. وهنا بيقول لك لو انت عايز يبقى في NTSC بيبدا يعمل زي مرونه في الانتقال من لقطه للقطه وحاجات زي كده. ممكن تصدر الفلاش تيست اللي انت عملته. ممكن تقول له كورنت سيرش اللي هي المعلومات اللي انت عملتها، اللي هي الحاجات اللي انت حددتها عشان تعمل بينها كوردينيشن او كده، تقدر تصدرها. او تصدر فيو بوينت ريبورت، او ممكن تصدر ان دبليو دي، ده اللي احنا قلنا عليه. احنا عندنا ان دبليو سي اللي هو الملف اللي بيطلع من الريفت، وما ينفعش ان انا اعدل منه غير من الريفت او من الاركيكاد او كده، اللي هو الملف اللي متصدر خام. لو انا حاولت ان انا افتحه واعمل عليه كلاش ريبورت وجيت اسيف، يعني انا فاتح ان دبليو سي هو وعملت عليه كلاش ريبورت وقلت له سيف، هيقول لي لا اوعى ان انت تسيف على ان دبليو سي، صدر على ان دبليو اف.
ملف ال ان دبليو اف هيبقى فيه لينكات، يعني خلينا نصدر كده ان دبليو اف، هتلاقي هنا في السليكشن تري ساحب ال ان دبليو سي موجود عندي هنا. لما اعدل في ال ان دبليو سي واقول له ريلود خلاص بيبدا ياخد اخر تعديلات في ال ان دبليو سي. ما ينفعش ان انا اخلي اي شغل ليا خاص بالنفس وركس جوه ال ان دبليو سي، لا بيتعمل على ال ان دبليو اف. وده الايتم تولز، لو انت عايز تعمل سويتش باك بتشوف الحاجه العنصر وتبدا تاخد اخر تعديل منه موجود على الريفت، بس لازم تكون فاتح الريفت في نفس اللحظه. ممكن نقول له مثلا انا عايز اعمل موف للحاجه ديت، يعني ممكن يكون عندي مثلا عنصر معين اقول له اعمل لي موف، فابدا احرك العنصر ده عشان ابدا اشوف الشغل مثلا من هنا. ممكن تقول له انا عايز اعمل له روتيت مثلا اهوت، مش يقول لا. ممكن تقول له انا عايز اعمل سكيل بالشكل دوت، ولما تخلص ممكن تقول له رجع اللقطه زي ما كانت. فدي بتفيدني في ان انا ممكن مثلا في عنصر معين احركه عشان اشوف اللي تحته، او احاول ان انا ابعده او كده. ممكن تقول له لا خلي في شفافيه شويه مثلا للعنصر عشان عايز اشوف العناصر اللي تحتيه. فالعنصر ما حركتوش بس اديته شفافيه. ممكن اقول له انا عايز اعمل فين الايتم، الايتم تولز. ممكن اقول له ان انا عايز ابدا ادي له كلر معينه مثلا للعنصر ده بالشكل ده. ممكن اقول له العنصر دوت انا عايز ارجعه زي ما كان كشفافيه بحاجه كده. في ان انا اضيف لينك، اضيف لينك ليه؟ اضيف لينك بحيث ان اربطه بملف وورد معين او ملف اكسل معين، او اربطه بالموقع اللي انا واخد منه الحاجه دي. فانا اقول له ده مثلا فلور. ولو انت عايز تعرف معلومات عن الفلور دوت في ملف هديهولك، وليكن مثلا الملف دوت بتاع الكلاشات. بص هو مديني ملفات صور وملفات نفس وركس وملفات فيديو وملفات اوديو وملفات دوكيومنتس وورد وتكست واكسل وباوربوينت والحاجات دي كلها، وكتب الكترونيه وبي دي اف. بحيث مثلا لو انا عندي مكنه معينه وانا عندي نفس وركس وعايز اعرف المكنه دي بتتركب ازاي او الصيانه بتاعتها ازاي، ما اقعدش ادور، لا مجرد ان انا اعمل عليها سيلكت وادوس عليها تفتح معايا على طول. تمام، فخلينا مثلا نختار نشوف بي دي اف، نشوف كتاب كده من الكتب الحلوه ممكن نربطه بيها. طيب في كتاب هنا للذكاء الصناعي لسه بقرا فيه، وممكن اقول له مثلا اتاش بوينت نقطه معينه. اوكي طيب، انا بقى لو انا عايز اشوف اللينكات ديت اشوف الحاجات دي هاجي هنا واقول له ازور لي اللينكات، يبدا يقول لي خلي بالك في لينك اهوت، فهدوس هنا هيبدا يفتح لي الكتاب دوت الخاص بالذكاء الصناعي. تمام، فهنا برضو لو انا بصيت هنا ممكن اعمل افتح ديت، ابدا افتح ديت، كل واحده من دول مرتبطه بحاجه معينه فبيبدا يعملها لي. هنا مثلا فتح لي حاجات خاصه بالستيرز، عمل سيلكت على الستيرز وهكذا. لو تقف عليها بيبدا يجيب لك الاسم بين الكتريكال ديستريبيوشن، هيجيب لك حاجات خاصه بالالكتريكال. فدي بتسهل عليا الشغل في اوقات كتيره بقى مثلا. تمام، انت بتبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت عايزها. هنا وول اند دور اللي احنا كنا عاملينها من شويه، عملنا سيلكت عليهم. تمام، عملنا سيلكت على كل عصب اللي احنا اخترناها المره اللي فاتت. طيب بلاقي هنا بيم 360 جلو. احنا عندنا بيم 360 في اكتر من حاجه. بيم 360 ده موقع على الانترنت وبيديني امكانيات حلوه قوي ان انا اعمل زي دوكيومنتيشن، ان انا ارفع الملفات بتاعتي في فولدرات منظمه. وممكن بيبقى عنده نوع من انواع الذكاء الصناعي ان هو يقدر يقرا اسم الملف ويبدا يغير اسم الملف بالاسم اللي موجود. تمام، بيبدا يشوف الفريم. يعني انا عندي شيت هنا يبدا هو اوتوماتيك يدور ويعرف فين الاسم بتاع دوت ويبدا يعدل فيه. طيب انا عندي هنا مشكله في الاسم دوت ان الاسم كبير. تمام، ممكن
لو انا لغيت هنا، بس ده صح يعني، بس احنا بنفكر في الحلم تاني. لو انا لغيت الالكتريكال وخليت الالكتريكال باور هتبقى كويسه. لا انا عايز الاسم كامل ويبقى يقضي، فممكن تعمل سيلكت وتدخل هنا ايديت فاميلي واقول له هنا شيت نيم واخده 13 خليه 5 مثلا، خليه صغير، واقول له لود انتو بروجكت كده عدلنا في الفاميلي بسرعه. اوفر رايت، خلاص بقى الاسم هنا كويس للاسم الطويل دوت. تمام. طيب هنا بيقول لي البروجكت نمبر ومش مكتوب حاجه، ممكن تدوس هنا وتكتب الرقم اللي انت عايزه، او الاصح يعني ان انت في المانج قبل ما تبدا المشروع بتاعك تدخل على بروجكت انفورميشن هتلاقي رقم المشروع هنسميه 7715. اوكي، هيبدا ياخد الاسم ده في كل الشتات، هو اوتوماتيك ده بارامتر خاص بالمشروع فهياخد الاسم ده يحطه في كل الشتات. طيب نرجع لنفس وركس، هنلاقي بنت اوتوماتيك جرو تقدر ترفع المشروع وتبدا تعمل عليه كلاشات، الناس تقدر تشوف المشروع وتاخد المعلومات كلها. وانا مهتم بالايكويبمنت ليه؟ لان الحاجات دي الايكويبمنت بتفيدنا او بتبقى مهمه جدا في موضوع الصيانه وفي موضوع الفاسيلتي مانجمنت، فهو مديها حاجه خاصه بيها. تقدر تقول له ريفريش فيعمل ابديت للموديل على الموقع اللي هو بنت 62، بس هو للاسف الموقع بفلوس او بيديك نسخه مجانيه لو انت مش شغلتش عليها قبل كده، بيديك لمده شهر. انا طبعا عندي حساب في الشركه اللي انا شغال فيها، عاملين لي حساب مفتوح شارين نسخه يعني. تمام. طيب خلينا نخش كده في ان احنا لو مطلوب مننا ان احنا نعمل مثلا حاجه سريعه كده ك تايم لينير مثلا، او ان انا اشوف المشروع بتاعي وهو بيتبني. خلي بالك انا مجرد ان انا دوست على كلاش تكتف جاب لي القائمه دي الخاصه بالحل الكلاشات. لو دوست هنا تختفي القائمه دي، دوست تايم لاين تبدا يفتح لي حاجه خاصه بالتايم لاين. كوانتيفيكيشن بيجيب لي حاجه خاصه بالحصر. وبدا يقول لي انت عايز، لو قلت له بروجكت سيت اب هيقول لي انت عايز تحصر ازاي؟ هيبدا يفهمني موضوع الحصر لان اول مره. هيقول له مثلا انت عايز تستخدم اني كاتالوج يعني تنظيم للملفات، فتبدا تختار نيكست، خليها ماتريك نيكست وهكذا. ده بيعمل لي اعدادات لموضوع الحصر، فبدا يعمل لي كونكريت لوحده والمسونر لوحدها والميتال لوحدها، كل الحاجات دي يبدا يعملها لي في موضوع الحصر. تمام. وتبدا كل عنصر بقى تشوف ايه العنصر كل حاجه تخش فيه. تمام. ممكن تقول له ابدا يعمل حصر، فيبدا يشوف لك موضوع الحصر. وهنا عامل لي دبليو بي اس ورك بريك داون ستراكشر تنظيم للملفات. هنا عمل لي مثلا اير تيرمينال فيهم الاسم بتاعها ايه والمعلومات بتاعتها والريترن، جاب لي كل واحده فيهم قد ايه والويتس بتاعها قد ايه والهاي، جاب لي كل المعلومات. ولو دوست على اي واحده فيهم يبدا يجيبها لك، يبدا يعمل لك عليها زوم مثلا، تبدا تشوفها موجوده فين. ممكن تقول له هايد اند سيلكت فيبدا يقفل لك كل حاجه ما عدا الجريلا ديت. الجريلا دي شكلها موجوده في الجنب يعني. تمام. لو بصينا كده اعتقد هتلاقي تمام كل واحده من دول تعمل عليها سيلكت يبدا يجيبها لك وهكذا، يبدا يعمل لك حصر ليها. هنا احنا عملناه بشكل سريع، احنا ممكن يبقى في طرق ثانيه ان احنا نختار احنا كاتيجوري ونحطها في الحاجه بتاعتها وهكذا، يبقى حاجه ادق يعني، بس دي بتديني حاجه سريعه اهيت، ويقول لي كل حاجه الارتفاع بتاعها والموديل والفوليوم بتاعتها، وتقدر تكتب له حاجه مثلا يحسبها مثلا التكلفه، فيبدا يحسب كل واحد فيهم التكلفه بتاعتها قد ايه. انا هحسب لي هنا الاريا والفوليوم و و و وهكذا، كل عنصر موجود حط في الحاجه بتاعتها حسب الكاتيجوري بتاعتها. تمام. بس مش هو ده اللي احنا كنا عايزينه، وتقدر تصدر الشغل ده. وهنا عامل لك ايتم كاتيجوري بحيث تشوف كل عنصر انت حصرته ايه اللي نقدر نقول ايه؟ ايه الماتيريال اللي موجوده جواها، او ايه الحاجات اللي انت هتستخدمها، سواء اشخاص سواء ماتيريال سواء مكان اكيوبمنت، الحاجات دي كلها.
عندي برضو اوتوديسك ريندر، يبدا يفتح لك الريندر بتاع المشروع. تمام، فتقدر تضيف مثلا لايتنج معينه، تقدر تضيف انفايرمنت، تقدر تقول له طب فعل موضوع الشمس. ممكن ده في اعداد الريندر بحيث ان انت تقدر تعمل ريندر كويس من قلب البرنامج. في عندي حاجه اسمها انيميتور، ده بنقول له مثلا حرك حاجه، ودي بتفيدنا لو احنا عايزين نحرك مثلا مكنه معينه او اكيبمنت معينه زي كار مثلا او كريم او حاجه من الحاجات ديت. طيب خلينا نخش مثلا على التايم لينير، لان هو ده من الحاجات اللي يعتبر الفور دي في المشروع. انا دلوقتي عايز ابدا احدد بعض العناصر اللي هي هتتحرك معايا، فهاجي هنا مثلا في ليفل 1 واقول له ان انا عايز مثلا اول حاجه تظهر الاستراكشر كولوم مثلا. تمام، الاستراكشر كولوم دي موجوده في انهي دور؟ استراكشر كولوم، انا حاسس ان في دور تحت ما فيهوش استراكشر كولوم، او انا بيتهيألي. خليني اخد سيكشن اشوف، ممكن اقول له ان انا عايز افعل موضوع السيكشن، واقول له انا عايز اخد سيكشن مش من التوب، لا من الاين تو فيو بالشكل دوت، او اقول له الاين تو سيرفيس، ابدا اختار سيرفيس معينه. دي موجودة في ليفل 1. طيب خلاص، انا هقول له الغي السكشن خالص، وخلينا نخش مثلا ليفل 1 اهو. اقول له ليفل 1 انا عايز اول حاجة تظهر الاستراكشر كولوم. تمام، واقول له اد تاسك، واقول له دي ليفل 1 ستراكشر كولوم. طيب هقول له بقى انا عايز احدد البلان ستارت مثلا 11 يناير 2011 وهتنتهي يوم 14، وممكن بقى تحط الاكشوال لو الحاجه فعلا اتنفذت. وهنا بقى تحدد، دي مهمه قوي، ان انت تحدد هل الحاجه دي هتتبني كونستراكت ولا ديموليش، هتتهد ولا تمبوري، تبقى حاجه مؤقته وبعد كده تشيل. اقول له كونستراكت. تمام، انا عايز بقى اربط ده بده، يعني التاسك دوت كزمن بالعنصر ده، فادوس هنا واقول له add current selection. كده انا هضيف ال add current search، الحاجه اللي احنا دورنا عليها. ماشي، اقول له add current selection. تمام، طيب خلينا نضيف حاجه ثانيه عشان برضو تبان معانا. اقول له الوول، واقول له اد تاسك، واقول له ليفل 1 واقول له ده وولز. طيب التاريخ بتاعها بعد يوم 14 هيبقى يوم 15 وهينتهي يوم مثلا 18، وده لازم برضو نقول له ان ده هيبقى عبارة عن كونستراكت. طيب حاجة تانية برضو اخيرة، ستير، اقول له التاسك ليفل 1 ستير ليفل 1 ستير. طيب هنا هنقول له يوم 18 لحد يوم 23، واقول له برضه كونستراكت. خلينا نروح للسيموليت، هتبدا بقى الحاجات تظهر معانا، وخليني اخفي اللي هو اللينك والكود بروبرتيز، واقول له ابدا اشتغل، فيبدا يظهر لي اول حاجه الكولوم، وبعد كده يدخل في الوولز،
اه ما ظهرش الولف. هقول لك ليه، لان انا عملت هنا سيلكت وبعد كده ما قلتلوش وول. اجي هنا على الول واقول له اد كرنت سيلكشن، وهاجي هنا اقول له ستير واقول له اد كرنت سيلكشن. اه اللون الاخضر دوت معناها ان هو بيبدا يعني شغال فيها، تمام. اللون الاخضر ده معناه ان هو بقى شغال فيها. طبعا في حاجات مش مظبوطه، نبدا نشوف العناصر دي مش محطوطه ليه في اللير بتاعتها مظبوطه. يعني اكيد الحيطه مش تبقى طايره كده، في عناصر تحتيها. هنبدا نشوف ايه العناصر ديت، مثلا الفلور هيتحط الاول وهكذا. نبدا نعمل دراسه فعلا للمشروع، او المفروض ان البلانر بيبعت لي خريطه او جدول معمول بالبريمافيرا او اس ام اس بروجكت وانا ابدا استفاد منه، تمام. لو انا بقى معايا الخريطه او معايا الجدول بتاع الام اس بروجكت بعمل ايه؟ باجي هنا في الداتا سورس بقول له دي العناصر اللي انا هبدا اضيفها، بقول له اد واقول له ضيف لي لما سي اس في، ده ملف اكسل او يعني بيتفتح بالاكسل، في مايكروسوفت بروجكت ام بي اكس، في بروفيرا ويت سيرفيس وهكذا. فانا ممكن اقول له انا عايز ام بي اكس، وابدا ادور على ملف البروموفيرا بتاعي. خليني اخش على ملف البيب، النفس وركس، في هنا ملف ام بي اكس، ام بي اكس، ام بي، ام بي اكس. اه لا مثلا ملف اهوت، فبيقول لي كل ملف عندك في النفس وركست لازم تربطه بالمعلومه اللي موجوده هنا. فالتاسك تايب، ايه الملف اللي موجود هنا اسمه تاسك تايب؟ هبدا ادور على نفس الاسم تاسك تايب، ساعات بيسموها باسم تاني، فانا بقى لازم ابدا ادور اشوف ايه الاسم التاني اللي هم مسمينه بيها. عندي مثلا البلاند ستارت اليوم اللي هنبدا منه، فببدا اشوف ايه اللو ايرلي ستارت مثلا، البلاند اند يبقى مثلا ايرلي فينيش، هنا الاكشوال هبدا اخد الاكشوال، الكوست لما بتكتب الكوست تاخدها من الملف البروموفيرا تبقى كويسه. تاسك تايب، وبقول له بقى ريبيلد وسينك. فبدأ خد الجدول كله وحطه لي هنا، الجدول كله بتاع المشروع اهو، كل خطوة حطها هنا. فبتبدأ بقى تمسك مثلا الفيرست فلور، هتروح مثلا معلم على العناصر اللي انت عايز تظهر مع التاسك ديت. يعني التاسك دي المفروض ان فيها بلوك وورك وفيها سيلينج وفيها كذا، فتبدا تشوف السيلينج اللي موجود هنا وتربطه بيها. فين السيلينج؟ سيلينج سيلينج سيلينج، او السيلينج مثلا، انت مثلا السيلينج ده مع السيلينج ده، او نشوف الليفل 1 في سيلينج شكل مفيش. طيب وليكن مثلا في الجراوند هنا ربطناه، هقول له هنا هقول له اتاش كرنت سيلكشن، هيبقى ربط السيلينج ده بالسيلينج دوت بالتاسك دوت بالتواريخ ديت، تمام. وتبدا تقول له التاسك تايب بتاعك كونستراكت مثلا، فلما يجي التاريخ دوت هيبدا يظهر معايا المشروع في اللحظه دي، تمام. هي دي الفكره من الربط. طيب انا ممكن اجي هنا مثلا واقول له انا مش عايز الحاجات ديت، ديليت تاسك، وابدا اشتغل بالحاجات بتاعتي. الداتا سورس ميزتها ان انا ربطت المشروع بتاعي بملف بروموفيرا او ملف اكسل او ملف ام اس بروجكت، ملف واخده بالمعلومات الحقيقيه اللي موجوده في القسم البلاننج. قسم البلاننج بيبقى عنده كل التاسك هتاخد وقت قد ايه، الحاجات دي كلها، ايه الاكشوال ستارت والاكشوال اند والبلاند ستارت والبلاند اند. فكل المعلومات دي لما باخدها منهم بتبقى دقيقه، وهو بالنسبه له بيستفاد ان هو يبقى شايف المشروع هيتم ازاي، فيقدر يعرضه على الناس. ممكن يكون هو عامل شغل كويس قوي بس الناس مش قادره تستوعب الفكره. فانا ببدا اشوف العناصر اللي موجوده اصلا، يعني
مثلا هنا الاير تيرمينال مش محتاجينها في الاول، السنتر رام مش محتاجينها. الجينرك موديل مثلا عايز اشوفها اقول له هايد، يبدا يقول لي ده الجينرك موديل اللي موجود. تمام. طيب ممكن اقول له ان هايد اول، واقول له مثلا طب انا عايز اشوف الفلور مثلا في المشروع دوت، محتاجين ان احنا نحطها في المشروع الفلور اهوت. تمام. طيب اعتقد ان احنا محتاجين نضيف الفلور قبل التاسك ديت. تمام. فاقول له اد تاسك واسميها ليفل 1 فلور. هو المفروض في الاول بنبدا بالقواعد بالحاجات ديت، بس خلينا نشوف كده نعمل واحده زي كده. تمام. طيب دي بقى المفروض نديها تاريخ قبل دوت، فهقول له دي خليها يوم 6 يناير لحد يوم مثلا 11، واربطها بالفلور اتاش كرنت سيلكشن، واقول له ان دي نوعها مثلا كونستراكت، واقول له اعمل لها السيموليشن بتاعتها. فهيبدا اول حاجه يظهر عندي الفلور، وبعد كده تبدا تظهر معايا الاعمده، وبعد كده تبدا تظهر الحوايط. ممكن تكون في بعض الحوايط مش محطوطه في حاجه بالظبط، يعني المفروض ان الحوايط دي بتتقسم في القلب الريفت نفسه اللي دور اول دور ثاني دور ثالث وهكذا. السلالم بدات تظهر، فانا ابدا اخد السلالم واحطها في اللير بتاعتها مظبوطه، او في التاسك بتاعتها مظبوطه. عندي حاجه انا اسمها كونفجريشن، دي كل واحده فيهم بيقول لي مثلا في مرحله الكونستراكت وانا ببني من اللي هو التاريخ الاول تاريخ لاخر تاريخ هياخد لون اخضر، مش فيها كذا. وانا بعمل ديموليش بهد حاجه، في حاجه مبنيه وبتتهد فهتاخد لون ريد بنسبه شفافيه 90% مثلا. التمبوراري هتاخد يلو، فتقدر تدوس على اي لون من دول وتقول له ابيرنس وتبدا تعدل اللون ده زي ما انت عايز. فاحنا عندنا التاسك ببدا احط التاسكات اللي موجوده فيه، عندي داتا سورس ببدا اخد سورس من ملف البروجيرا او ميس بروجكت، الكونفجريشن الاعدادات بتاعت الالوان اقدر اضيف اكتر من حاجه ثانيه، السيموليت هيبدا يعمل لي محاكاه. طيب خلينا ندخل في المحاكاه ديت، اقول له سيتنج، هلاقي عندي حاجه اسمها هو بيشوف اول حاجه ويحط اول تاريخ اللي هو 6 يناير واخر تاريخ اللي هو 23 يناير. ممكن تقول له فرايت، لا ده انا عايزك تبدا قبلها بيوم مثلا. طب استفاد ايه لما ابدا قبلها بيوم؟ لما اجي اعمل حاجه تبقى فاضيه خالص وتقعد يوم، وبعد كده يبدا يظهر الشغل بتاعي. طيب ممكن اقول له لا خليها بالطريقه العاديه. طيب ممكن اقول له هو بيسال المفروض انها تقعد كام ثانيه؟ مثلا هتقعد 20 ثانيه، فهو بيبدا يعمل اللقطه كلها في 20 ثانيه. ممكن تصغرها تكبرها زي ما انت عايز. الاوفرلي تكست، وانا بشغل فيه تكست بيظهر هنا، ممكن تقول له التكست دوت معمول بالشكل دوت، ممكن تقول له لا انا عايز يتعمل بشكل تاني، انا عايزك تظهر لي مثلا التواريخ بالشكل دوت، سواء مثلا بالاسبوع، يعني يقول لي الاسبوع الاول الثاني الثالث وهكذا، او يظهر لي بالسنه او زي يعني زي ما تحب. تمام. ده خاص بالديت. الكوست، ابدا احسب لي تكلفه الماتيريال والتوتال كوست، انا عايزك تحسب لي الاكستراكت، تبدا تقول لي مثلا كذا، تعمل لي سطر جديد. ممكن تقول لي انا عايزك تحسبها لي مثلا الفول ويك داي نيم، عايزك تقول لي داي اوف يير ده اليوم كام في السنه. اوكي ابدا اشتغل. فيبدا بقى يقول لي ده يوم كذا فرايداي، ده يوم ساتردي ساندي، كل يوم يبدا يقول لي اليوم كام في السنه ويبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بيه. فهنا مش مجرد ان انا بعمل بس برزنتيشن شكله وخلاص، لا ده انا بعمل حاجه حقيقيه، بحيث ان احنا ندرس هل فعلا الشغل ده اتعمل، هل في ايام ما فيهاش تاسك، او في ايام فيها تاسك كتير، فممكن في الجدول ما تبقاش باينه، بس هنا لما نحطها في يبدا يظهر الحاجات دي بشكل كويس. هنا بقول له انا عايز اشوف البلانت، او لا ده انا عايز اشوف البلاند مع الاكشوال،
او انا عايز اشوف الاكشوال بس، تمام، بحيث لو انا عندي تاريخين اعرف اذا كان في حاجه اتاخرت. لو في تاخير بيبدا يديها لون ريد، يبدا يقول لي لا خلي بالك ان في تاخير في الجدول الزمني بتاعك، المفروض الحاجات دي كانت تخلص في شهر يناير واحنا دخلنا شهر مارس ولسه في مشاكل ما اتحلتش. طيب هنا برضو في حاجات، برضو موضوع الاتاش، ان انت ممكن تستخدم الاداه ديت تقول له كرنت سيلكشن او كرنت سيرش. ممكن كرنت سيلكشن الحاجه اللي انا عامل عليها تحديد، كرنت سيرش اللي هو ان انا بعمل سيرش من هنا. فدي ميزه السيرش، ان ممكن يكون انا عندي مثلا خمس اعمده، بعد فتره عملت عمود سادس، لو انا محدد على الخمس اعمده دول خلاص يبقى مش هاخد السادس. انما لما كنا نعملها فايند ايتم هيبدا السادس يبقى موجود معايا في الحاجه دي. في برضو لو انا عندي في هنا ان انا لو انا عندي نفس الحاجه دي بقى، لو انا منظم الشغل بتاعي كويس، لو انا البرامافيرا مسمي نفس الاسامي اللي موجوده في الريفت او في اي برنامج، برامج البيم يعني. هنا مثلا العمود انا مديله رقم معين او مديله اسم معين، وبرده في البرنامج بيدون نفس الرقم ونفس الاسم ونفس الحاجات ديت. لو انا فعلا ماشي بنظام كويس، وده نادرا ما بيحصل يعني، تقدر تيجي هنا وتقول له اعمل لي قاعده معينه. يعني لما تلاقي نفس الاسم اللي موجود في التايم لاين او موجود في البرومافيرا هو اللي موجود في الموديل، خلاص اربطهم اوتوماتيك ببعض. يعني انا حطيت كل التاسكات، بيبدا يشوف تاسك تاسك ايه الرقم اللي مناسب ليه في السليكشن تري، ويبدا يربطهم الاثنين ببعض ويعمل لينك. بدل ما انا اقعد اعمل سليكت هنا واروح هنا، لا بقول له اربطهم ببعض. فببدا اقول له القاعده الفلانيه والقاعده هي، تمام، القاعده هي، بقول له اعمل لي قاعده جديده نيو رولز، ابدا اديها الاسم اللي هي عايزها، اتش ايتم تو اسك. يعني لما تلاقي ايتم اربطه بالتاسك من خلال مثلا خاصيه زي النيم او الايتم او كذا، تبدا تقول له انا عايز اربطها بالنيم، باليوزر، بالتاسك تايب، بالداتا سورس، الحاجات دي كلها. تبدا تشوف ايه الخاصيه اللي موجوده هنا اللي تقدر تربطها بالخاصيه ديت، ويبدا اوتوماتيك هو يربطها. فده هيوفر عليك وقت كتير قوي لو انت كنت عامل القاعده مظبوطه، تمام. هنا بقى تقدر تعمل تحرك ديت بس انت تشوف الحاجات، تقدر تقول لا طب انا عايز اشوف عايز اشوف البلانت مع الاكشوال، انا عايز اشوف الاكشوال بس، عايز اشوف البلانت، عايزك تعمل لي زوم على الحاجات. تمام، دي يعني فكره ان احنا نعمل جدول زمني، سواء انت معكش الام اس بروجكت ومشروع صغير فانت هتعملها بالشكل دوت، او انت عندك الام اس بروجكت بتقول له اد وتبدا تربطهم، ولو في اي تعديل بتقول له ريفريش ويبدا يعمل ابديت للحاجات. طيب في برضه حاجه قويه اداه انا بستخدمها كتير اسمها باتش يوتيليتي. يعني ايه؟ يعني بدل ما تفتح ملف ريفت واحد واحد وتقول له اعمل لي اكسبورت من الشغل من الريفت للنفس وركس، وده طبعا هياخد وقت كتير قوي. لو انا عندي مثلا مشروع 18 مبنى، كل مبنى فيهم تقريبا مش فاكر 13 ملف جواه معماري وانشائي وميكانيكا وكهرباء، ملفات كتير قوي. فبقول له باتش يوتيليتي، وببدا اختار الملف اللي انا عايز اخد منه الملفات ال ان دبليو سي، وليكن مثلا عندي ام نفس وركس. تبدا بقى تشوف ايه الملفات اللي انت عايز تفحصها، تبدا تعمل عليها سيلكت اهوت. لا المفروض سوري، المفروض اختار ملفات الريفت، ريموف اول، تمام. تبدا تشوف ملفات الريفت اللي انت عايز تحولها لنفس وركس. اعتقد ممكن تلاقي ملفات ريفت في دوت، ملف الريفت اهوت، هقول له ضيف لي الملف ده. فهو كده اوتوماتيك هيعمل ايه؟ اول ما اقول له هنا هقول له ران كومنت، هيبدا يعمل سياف لي الملف الريفت ده لنفس وركس. ممكن اختار 100 ملف، 10 ملفات زي ما انا عايز، ببدا اختارهم، يقول لي عايز احطهم فين؟ فانا ممكن اقول له حطهم في نفس الملف اللي موجود فيه الملف ده.
يعني انا عندي ملف ريفيت سيفه في نفس الملف اللي جنبيه، او اقول له اوت بوت تو دايركتوري، يعني احطه في مكان انا عايزه مثلا في الديسكتوب. اوكي كده هو هيشوف ملف ريفيت ويروح يحوله لملف ان دبليو سي من غير ما ياخد وقت ومن غير ما افتح الملف واحد واحد. يعني لو انا عندي 20 ملف افتح كل واحد فيهم مثلا في ربع ساعه وابدا اقول له صدر، لا انا بعمل الاعدادات مظبوطه واقول له حول لي بقى الريفت لنفس وركس. وهنا بقى بيقول لي، بقول له اوفر رايت او بوت فايل او سيفهم لي مثلا على اصدار 2015 16 17 18 19، ما بتفرقش كتير لان ده نفس وركس. النفس وركس اقدر افتح اي ملف عليه باي اصدار عكس الريفت. لو انا شغال على ريفت 2020 ما ينفعش افتح 2021 او 2022، ولو فتحت ملف قديم شويه 2015 او 2016 وسيفت عليه ما فيش حد عنده 2015 او 2016 يقدر يشتغل. لازم يروح لازم يروح هو نفسه يسطب 2020 رحمكم الله. طيب عندي في قلب برضه الحساسيه دي قبل ما نقفل سكادول كوماند. يعني ايه سكادول كوماند؟ يعني بقول له اعمل لي الموضوع دوت كل اسبوع مثلا. فبعمل ملف اهوت، ملف تكست عادي موجود على الدي اهو، بيقول لي التاسك اسمها ايه، اسمها كذا، طب اليوزر نيم معاذ الجهاز بتاعي، الباسورد، الباسورد بتاع الجهاز عشان الناس اللي كلها تبقى عارفاه 4 نجوم. اوكي هو بيبدا يشوف ايش نقول ايه يسيف عنده ان هو كل اسبوع الساعه كذا هيبدا اوتوماتيك هو يعمل الموضوع التحويل من الريفت للنفس وركس. ده طبعا هيوفر عليه وقت كتير جدا، ان بدل ما انا اعمل حاجه واحده واحده لا هو اوتوماتيك هيعملها. تمام ران از ادمنستريتور. اوكي خلاص كده انا عملت سكادول للموضوع تحويل الريفت للنفس وركس، بحيث يبقى كل مره معايا اخر اصدار او اخر حاجه موجوده في الشغل. بعد كده هقول له ران كومنت. ران كومنت هيبدا هو بقى يعمل تحويل ويخلص مع نفسه. انا كده قلت له ران كومنت وببدا اكمل شغل على الريفت النفس وركس وهو موجود في الباك جراوند في الخلفيه موجود في الموضوع ده. تمام فزي ما انت شايف هو برنامج سهل وبسيط، بيعمل لي موضوع كلاش ديكتيف، بيعمل لي موضوع تايم لينير، موضوع الحصر، موضوع الريندر، موضوع الانيميتور، موضوع السكريبت. السكريبت دي ببرمج حاجه معينه، مثلا ابرمج مثلا لو انا الكاميرا قربت من باب الباب يتفتح، حاجات كده بتبقى ظريفه شويه بقى اربطها بالسكريبت. تمام في اي اسئله؟ ايوه في اي حد عنده اي اسئله او في حاجه مثلا حابين نتكلم فيها؟